wrong? 1 minute. 1 minute. Yes. Hey. Yes. Did you just touch me? السلام عليكم. شحال من يوتيوبر اي دوله كيمشي لها تيحب يصور اي مكان واي بلاصه، ولكن هاد الدوله ديالنا اليوم ما كتحبش اللي يصور فيها، واللي بغى يصور فيها خاصو 3 مليون سنتيم. الفلوغر ديالنا المعروف فيصل فلوغ كان حتى هو مشى لهاد الدوله وعاش هاد التجربه. تقدر ديرها في حياتك هي تصور فيديو في مصر. المهم واليوتيوبر الاخر يعني غنخليو الجنسيه ديالو ما معروفاش، هو يوتيوبر معروف، وهذا الفيديو ديالو تشاف في العالم كامل. هذا السائح كان خارج من الاهرامات ولكن تحس براسو بانهم طاردوا شي واحد يعني تابعوا. خليكم مع الفيديو ديالو. Following me and told me no pictures. He was in civilian clothes. I kept walking because this was strange and felt exactly like it was when I got mugged in Paris. كشفنا هذه اللقطه، يعني تيقول لك واحد منين خرج هو من الاهرامات تيحس بواحد تابعه الطريق كامله وتيقول له اعطيني الكاميرا. تيقول له كيفاش يعني الناس كامله هنايا كتصور بالكاميرا ديالها، علاش انا بالضبط وبالخصوص هذاك الشخص يعني ما لابس لحوايج البوليس؟ I told him that many people had cameras here and this was a public road and he responded by flashing his gun at me. As I started filming him, he left. هذاك الراجل اللي كان تابعه يعني ولا ذاك الشرطي اللي كان تابعه ما لقى راسو حتى شهر عليه المسدس ديالو. شنو السائح لقاه تيصور؟ يعني ملي شافو كيصور هرب بحاله، ومن بعد 8 ديال الدقائق كيحس بان جوج اخرين مازال ملاحقينه. Minutes later I had two unidentifiable men following me. المهم هو ما عارف والو، تيقول له انا غادي في يعني في الطريق العام ما داير والو، هو ما فهمش راه القضيه طالع على التصوير. اش غادي يدير؟ مشى يقبط يعني كوتشي ولا عربه بحصان باش يتجنب المشاكل ويمشي بحاله. اش كيلقى؟ تلقى سياره واحده اخرى ديال البوليس اللي كتوقف وكيهدو يعني سائق العربه بانه الى وصلتيه غادي نشدوك نتايا. اش كيدير السائح؟ كيسد تنزل وتيمشي على رجليه تجنبا باش ما يحبسوش الراجل. Gonna show me your gun too? To avoid any confrontation, I jumped on the horse carriage to take me back to my hostel. A police car immediately stopped the carriage and told the owner that if he took me home, he would arrest him. المهم ملي دخل في ذاك كنقولوا الدرب تيحس بواحد هذه 4 ساعة هو تابعه. ملي سولو قال له يعني علاش تابعني 4 ساعة وانت تابعني اش كاين؟ Till another guy in normal clothes caught up with me and we were all alone in an alley. Now I got a guy with a gun following me. Why are you following me? You have followed me for 15 minutes. I didn't have to call. You're harassing General, احنا بوليس. No. I've done nothing wrong. نسولو يعني علاش راك تابعني هذه وقت طويل؟ قال له عايزينك تقابل جنرال. اش عايزين تقابل جنرال؟ ان هوتيل سليبنج هوتيل ان هنا اريا؟ ان هوتيل سليبين ان هوتيل ان اريا؟ اش هذا انجليزي؟ ده انجليزي يا مرسي. المهم هو باغي يعرفوا فين ساكن، وتيقول له يو ار سليبين هوتيل يو سليبين اريا وما عرف شنو. ايوه لا شمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا خش على من هنا ولا اعمل ان هوتيل سليبين هوتيل ان هنا اريا. المهم السائح تيقول له يعني شنو شافوا لابس حوايج مدنيه وشاد ويلكي تولكي في يديه وفرديه في جنبه، يعني اي واحد يقدر يقريسيه في هذه الحاله، علاش غادي يعطيه فين تيسكن ولا فين؟ ولكن يو ار يو سليبينغ هير يو سليبينغ اريا. هوتيل نو واي يو هاف يور جن رايت وير از يور ايدنتيفيكيشن كابل جنرال بتاعي. Do you not have identification card? Do you have ID card? I don't know if you're a police officer or not. A gun doesn't tell me that. This is a public area. Everybody has cameras. Why are you following me? Stop harassing me. Go away. هو هنا. Please go away. No more. Thank you. المهم كيف شفتوا هو تيقول له بعد مني يعني راه يعني هذا شارع عام وكل شيء تيصور هنا، علاش باغي اش باغي ما عندي طول الوقت وانت تابعني؟ هو تيقول له هو هنا. كيفاش هو هنا؟ Questions were invasive, unreasonable, and frankly quite dangerous to answer. He never answered why he was chasing me or harassing me. Why do I need to identify my nationality and tell a random guy with a gun with no identification where I'm sleeping?
المهم هو ما باغي يقول حد من اين جنسيه هو ولا يعني هو اي واحد هاد السلاح غادي يبقى يقول له واش من الجنسيه ديالو ولا منين جاي هو ما يمكنش. I genuinely felt harassed and honestly that my life was now in danger. يعني قال لك من هنا بدا تحس بان حياته في خطر فين ما مشى هزين وكتعرفوا العرب ديالنا يعني تيبغي يبين بانه شرطي ولا المهم هنا تسنى وراه يعني راه هذه غير البدايه ديال الفيديو خليكم معنا. Time I was walking to the main street I had one police car and 15 different individuals after me. المهم كمل الطريق ديالو واحد الساعه هو تيحس يعني بجوج طوموبيلات ديال البوليس على 15 فرد الى حتى وحده فيهم يعني زادت حداه كانت غادي تدوز فيه. I wasn't filming when this happened, but to stop me from walking, the police car drove straight at me with clear intentions to hit me. But I quickly moved and he rammed me into a corner and his vehicle into a parked car. For reference, in most countries, this is assault with a deadly weapon. المهم قال لك يعني في جميع الدول التدخل بحال هكا تعتبر اعتداء على حرية الشخص يعني عازل من السلاح. ومنها بدات تجمع الجوقة ومصيبة يعني ولات فضيحة. I was then forced to confront the mob that was after me and I tried to reason with him but again it was useless. No one gave me a reason why they were after me. Random civilians got involved and it got really messy. المهم شوفوا هذه اللقطة فاش بغى يقيسوا شي واحد يعني من الشرطة المصرية شوفوا اش وقع له. Yes! Hey! Yes! Did he just touch me? Did he just touch me? Did you touch me? No. This man just touched me and I have it on video. No touch you. I recorded him. No. I recorded him touching me. Stop harassing me. No touch. شتو كي دار يعني شاف السيد يعني كيف كنقولوا قاوري وشاف الكاميرا والتليفون تيصور تخلع خلعون دغيا هرب. No touch your lines. Who are you? Who are you? This policeman. I am policeman. Where's your badge? Badge. What are you? I don't need to talk to you. I've done nothing wrong. You touched me twice already. 1 minute. You have touched me twice. 1 minute. What are you doing? Nothing. What? I'm trying to walk and film. تيسول على الجنسية ديالو ولكن هو ما بغاش. يعني كيقول لهم عاملوني كمعاملة إنسان لاش لا داعي باش نعطيكم الجنسية ديالي. What's your nationality? Doesn't matter what my nationality is. What is the problem? الشرطي اللي كان تيجبد فيه يعني فاش قال له نو تاتش مي راني كنصور فيك قلب عليه الخلاعون ما لقاش بمجرد يعني بدا تيتصور خاف على راسه وهرب ولكن السائح كان خايف تيقول لك هاد النهار غيتكرفصوا عليا اش غي نجمع عليه من كل جهه وطريق راك كتعرفوا خوت العرب الجوقه عندنا زوينه نجمعوا عليه من كل جهه يعني خاف على حياته. This is an official matter now. I cannot translate. All right, book. I was then forcibly detained. That means I was grabbed physically by two men, including one guy in a white uniform. He knew he messed up when he looked at me and saw I was filming him, so he ran off and I didn't see him again. المهم كمل الطريق ديالو بغى يكمل اللوطيل فين كاين هو وكيتفاجئ بطوموبيله ثالثه ديال الشرطه وواحد فيهم تيقول له يعني وقف التصوير وقال لك وقف التصوير ولكن كان من الغباء عليا بانني نوقف التصوير. Until finally a uniform officer in another police car showed up. He asked me not to film. At this point I stupidly agreed. والوقت كامل هو كيسول فيهم يعني عطوني البادج ديالكم ولا وثيقه رسميه ما كاينش اللي عطى شي كارت ديالو وفي التالي واحد جبد له يعني واحد الوثيقه كيف يقولوا وثيقه معفنه يعني ما بين عليها لا وثيقه رسميه ولا وثيقه ديال الشرطه. And he said he was a captain of the area. I repeatedly asked him to show me his identification and for everyone else to show me their identification as well, which everyone refused. Again, I asked why they were harassing me. Again, I was not given any reason. 10 minutes later, he finally showed me one of his subordinates' IDs. It was frail, sun-faded paper that really didn't look official. المهم داو كيف نقولوا القسم الشرطة ويعني وشحال هما يستجوبوا فيه غير باش يعطيهم الجنسية ديالو هو ما بغاش يعطيهم الجنسية ديالو. كيقول لهم غير علاش في التالي يعني واحد فيهم قال لهم كي قال هو
السبب يعني عابط. Then escorted me to his police station and office, where he asked me the same questions: Where are you from? Where are you staying? Again, I refused to answer without being given a reason as to why I was harassed and assaulted several times by his officers, who wouldn't identify themselves or even tell me why they were chasing me. He finally came up with a weak, completely untrue reason and excuse that I wasn't allowed to film or photograph anywhere in the streets of Giza. يعني قال له انت ما عندكش رخصه باش تصور في شوارع الجيزه. السائح قال لك ما بغاش يسكت من الضحك. I couldn't help but laugh and remind him that I was in the public area with lots of other people with cameras doing the same exact thing. يعني ما كان تزوروا ملايين السياح في العام وقال له يعني الناس كلها مع كاميرات علاش انا بالضبط؟ ويعني صروا باش طلب باش يشوف التصاور اللي عنده في الكاميرا. This was the pyramids of Giza, after all, the most visited tourist site in the world. Again, I asked him why me? No answer, and wanted to see my pictures on my camera. I refused again. هنا غنوصلوا للبيت القصيد، ركزوا على هاد النقطة، ويعني نقطة إهانة. من بعد 10 دقائق ديال التحقيق، الولد يعني السائح قرر باش يقول الجنسية ديالو. After 10 more minutes of interrogation, I decided to tell him where I was from because I knew this could change everything. I said I was American. وفعلا قال لهم الجنسية ديالو، يعني تصاب أمريكي. ما دازت 5 دقائق إلى احتاجت الماكلة والماء والشاي، نقول لك قربوا يفرشوا لي السجاد الأحمر. And within 5 minutes I was given food, water, freshly brewed tea, and the red carpet was rolled out for me. وحتى الشرطي اللي كان يعني تحقق معاه قال لك يعني اغضب واحد في العالم ولا الطف واحد في العالم، وبدا يعتذر له لانه عرف بانه امريكي. Came the friendliest, nicest man in the world and started apologizing for the misunderstanding. سمح لنا رحنا كنا يعني هادشي غير من قبل الحمايه ديالك. هو تقول لهم يعني هادشي تعرفتوا بانني امريكي، عاد قلبتوا الايه ديالكم ولا شنو؟ And his officers were just trying to protect me and make sure I was safe. All this after I told him my nationality for the first time, of course. المهم من بعد الشاي يعني والرغيب من القهوة امريكي، الشرطي طلب منه يعني بلطف باش يشوف التصاور اللي في الكاميرا. قال له اوكي الى تشوف التصاور ولكن غتلقوني. قال له واخا غادي نطلقوك، ولكن شوف التصاور ولا لقيت شي تصاور اللي صورتي ديال يعني البوليس برا راه غادي نمسحهم. قال له اوكي، ولكن الامريكي غادي يضحك عليه. He asked to see my pictures on my camera again and I obliged. He knew I filmed something but wasn't quite sure what, and so I told him I'll show him everything if he lets me go home. He agreed that if I didn't have anything of his officers I was free to go. Obviously I did. He was trying to erase the evidence, but I knew I had to keep the footage to tell the story. So I played the game. I went as slow as humanly possible, showing him every single second of every single clip I had. Cows, the streets, the horses. Finally, the last clips of the ordeal were up. By some act of luck, he said, "Okay, that's enough. Don't need to see any more." Just barely missing and seeing these clips. It was apparent he was tired and I wasted enough of his time. He realized that he and his people made a big mistake, tried to make it up by being nice, and finally letting me go. المهم كيف قلنا ضحك عليه، بدات يوريه الى وراه التصاور من يعني من التحت ولا لتحت، داكشي التحتاني. بدا الاخر تيشوف عياب المشاهده، وراه الجمال وراه الاحصنه ولا شوارع القاهره، الى حتى داك الشرطي يعني مل من المشاهده ديال داك الشيء. وهي هذيك يعني تلقاو مشى بحالو. ولكن السائح الامريكي من بعد ما مشى الامريكان later learned that the government tries to keep such issues like sanitation, living conditions in Giza a secret to the public. I mean, just look at my last video on Giza itself. Doesn't exactly make the place look great. يعني تصابوا عندي الفيديوهات كلهم متقين، لان كنسجل بالكاميرا ويعني بالتليفون. داكشي ديال البوليس تقريبا كله بالتليفون، اذا كان عنده كيمشي يعني ديريكت الايكول ديالو ولا فين كيخبع تصاورو ولا لايف ولا شاف شنو كان داير. المهم وثق عليهم داكشي وتبد داكشي، وشهر يعني شي مناظر كراكم عارفين صور كافيه للتعبير. لكن I was stopped, harassed, incited as a threat, perhaps even a terrorist, because I was a single male with a beard that looks Middle Eastern.
طب الله يعجبكم هذا الفيديو وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.